أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هل هذا الحديث يحمل؟ لا سبق، عفى الله عنك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هل هذا الحديث يحمل على تحريم السبق، على تحريم السبق وإقامة المسابقات في غيرها من الأمور مثل المسابقات الرياضية أو الثقافية أو العلمية؟ وإذا كانت جائزة فهل يجوز جعلها على مال أو مكافآت تشجيعية؟ نعم، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. السبق بفتح الباء هو المال الذي يؤخذ على المسابقة، والنصل هو الرماية بأي كان آلة الرماية في كل وقت لحسبه، والخف هو البعير، والحافر هو الخير، لأن هذه وسائل الجهاد في سبيل الله: الرماية وركوب الخيل وركوب الإبل، هذه من وسائل الجهاد، فالتدرب عليها والتشجيع عليها يكون من وسائل الجهاد، تدرب على الجهاد في سبيل الله، فهذه يباح أخذ العوض عليها، أخذ السبق عليها. أما ما عدا هذه الثلاثة من الرهانات، الأموال التي تؤخذ على الرهانات والمغالبات، فإنها من الميت لا تجوز، هي ميسر، والميسر هو القمار، لا تجوز إلا فيما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خطر، قال: لا سبق إلا، هذا خطر، لا يجوز أخذ العوض في غير هذه الثلاثة. وألحق بعض العلماء بالثلاثة مسابقات على المسائل الفقهية، مسائل العلمية، العلم الشرعي، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ المسابقة على المسائل العلمية التي تطرح على الطلاب، وما عداها فإنه لا يجوز، وهو القمار والميسر المحرم، لأنه أكل للمال بالباطل.